لازم احنا ندخل من هذه البوابات وهي البوابات ما بتنحطي على ابواب الصلاه او مسجد او الاقصى خصوصا يعني احنا عشان هيك نرفضها وهذا راح يعني بعدين بصير امر واقع بياخدوا بعدين الأقصى بتولوا عليها كلياتها بس إحنا إن شاء الله بإذن الله بدنا نضلنا قاعدين عبين ما يقيموا شواباتها دولة وإحنا نفوت زي ما يعني بتقولوا زي ما يعني كيف أول ما نفوت بقينا من دون بوابات بدنا نضلنا كل يوم نفوت بدنا نضلوا هدول بدنا نفوت